اصحاب المشكله حتى. هو صاحب ايش احنا اصحاب المشكله يا جدافي؟ طب طلع لي النسوان ده. واحنا قاعدين اصلا واي شيء دون هذه الكرامه يا ابو انا متفق عليها عشان ما نزيد حتى لا نزيد في هذا. انا جيت لحضراتكم عشان استمع المشكله عشان نعرف نتعامل صح معها، واتى معي عند معي سعاده المستشار محمد بيه بدران نائب رئيس المحكمه، لان رئيس المحكمه مش موجود في القاهره لظروف خاصه. محمد بيه بدران موجود معايا نائب رئيس المحكمه، واتى تقديرا لكم واحتراما لكم علشان يشوف ايه المشكله ويتدخل فيها، وكلنا جئنا تقديرا لكم. فلو سمحت لو سمحتم بهدوء، انا عايز افهم ايه اللي حصل عشان نتعامل مع الامر بالشكل الصحيح. صاحب المشكله لو سمحت صاحب المشكله صاحب